حلقة جديدة بتجمعنا معكم مشاهدينا ببرنامجنا مشوار ثوري. مثل ما تعودنا بكل حلقة رح يكون لنا محطة بجولة. هاي الجولة رح تكون من احدى الجولات اللي بنقوم فيها بريفنا الساحلي وبقرانا الجميلة الرائعة. لهيك اليوم رح يكون مشوارنا منطلق من قرية جميلة هي طبعا البهلولية. هاي البلدة الجميلة طبعا الرائعة اللي هي من مدخلها واضح تماما جمال الطبيعة هي رح نتوجه الى بمشوارنا لليوم. دعوة لكم لتبقوا معنا بالمشوار، اهلا وسهلا فيكم. المدرس صبحي فاضل، نرحب بكم وبقناتكم التربوية في بلدة البهلولية، هذه البلدة الجميلة التي تقع على مشارف بحيرة السد السادس عشر من تشرين. بالنسبة للوضع التربوي في بلدة البهلولية، تعتبر بلدة البهلولية طبعا من أقدم البلدات تعليميا، حيث كانت فيها ابتدائية تتبع لهذه الابتدائية مختلف القرى والمزارع التابعة لهذه البلدة، حيث كان الطلاب يتوافدون إليها لنهل العلم منها. ثم تتالت السنوات فأصبحت فيها إعدادية، سميت باسم الشهيد جهاد نصور الذي استشهد دفاعا عن عزة وكرامة هذا الوطن. وبعد فترة من الزمن أيضا تم افتتاح ثانوية، وبقيت هذه الثانوية والتي نحن الآن أمامها وهي ثانوية الشهيد جهاد نصور، وسميت من فترة قصيرة الحلقة الثانية وهي باسم الشهيد العقيد أيمن محمد عبد الرحيم. وتضم هذه البلدة ثلاث مدارس، وهي ابتدائية باسم الشهيد محمد داود، حلقة ثانية باسم الشهيد العقيد أيمن عبد الرحيم، والتعليم الثانوي باسم الشهيد جهاد نصور، ثم هناك مدرسة اسمها مدرسة التعليم المهني. طبعا هذه البلدة وهذه ومدارسها خرجت الكثير من الطلبة الأوائل على مستوى طبعا القطر، حيث سجلوا طب وهندسات، والبعض طبعا تطوع في الجيش العربي السوري. ولهذه البلدة تاريخ ناصع في مجال التعليم، تفوق واهتمام كبير جدا من قبل طبعا التربية التي تقدم كل شيء لهذه المدارس من وسائل ومدرسين أكفاء الذين يعملون بكل جد ونشاط لكي يقدموا لطلابهم العلم والفائدة الكبيرة جدا. أهلا وسهلا فيكم فريق التربوي السورية بقرية البهلولية. أنا المهندسة إشفان أحمد، رئيس الوحدة الإرشادية بالبهلولية. حابة أعطيكم فكرة عن الوحدة الإرشادية ونشاطاتها. الوحدة بتغطي 18120 دنوم، طبعا موزعة على حمضيات وزيتون، الزراعات الأساسية بالمنطقة، إضافة لبعض الخضار، الزراعات المنزلية. الوحدة الإرشادية بتقوم بكتير حملات مكافحة خلال السنين. مثلا حاليا عندنا حملة مكافحة لعين الطاووس، هيدا الفطر اللي بصيب أشجار الزيتون، الحملة طبعا مجانية من قبل مديرية الزراعة. إضافة لعنا على مدار العام حملة لمكافحة ذبابة الفاكهة اللي بتصيب أصناف الحمضيات، إضافة للفواكه المتعددة، بالإضافة لحملة مكافحة القوارض على مدار العام مثل فأر الحقل، حيث بيتم توزيع طعوم سامة على المزارعين لحقول، ونحن دائما بنتابع هيدي الحملات كلها مجانية من قبل مديرية الزراعة. إضافة لأنه الوحدة الإرشادية قامت بتقديم عدد كبير من المنح المتعلقة بالزراعة الأسرية مثل الحدائق المنزلية. هالمنح كانت عبارة عن مجموعة بزار مع سماد مع شبكات تنقيط مع بطاقة مساعدات إنسانية، طبعا هيدي للأسر، لذوي الشهداء، للجرحى، للأسر الفقيرة، للأسر اللي بتحقق شروط طلبي بهالمنح. الهدف من هالمنح اللي تقدمت للأسر واللي بلغ عددها حوالي 380 أسرة كانت بهدف تشجيع المزارع على زراعة الخضروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لأنها غطت كتير مساحات وعدد من المزارعين اللي فعلا ساهمت هيدي المنح بتحسين مستواهن المعيشي، لأن حلبت حاجتهم المنزلية، إضافة لقسم كبير منهم صار يبيع هيدي المنتجات. وفي عنا هلا حدائق منزلية موجودة بالمنطقة إذا بتحبوا تطلعوا عليها. We'll be right back.
إحدى السيدات المستفادة من المنحة الزراعية اللي بعثت لنا هي الزراعة، والمنحة عبارة عن بزار فول، بازيلا وسلق وسبانغ. وبنشكر جهودهم انه اعطونا شبكة تنقيط واعتنينا بالمزروعات، وان شاء الله انه تحقق لنا الانتاج، واذا زاد عننا انه نبيع منا. حرام حرام يا طير 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 يا حمامة، ودي لهم سلام. الفرقة صعب صعب يا حمامة، وبتزيد الألام. يا طير 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 يا حمامة، ودي لهم سلام. الفرقة صعب صعب يا حمامة، وبتزيد الآلام. أنا والله من بعد غياب. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم مشوار سوري، شرفتوا قرية البهلولية، نحن منرحب فيكم. مثل ما يعني بتعرفوا بلدة البهلولية هي بلدة يعني من اسمها البهلولية تعني البهلول، والبهلول هو سيد القوم. بلدة البهلولية من 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 أجمل البلدان الموجودة في الساحل السوري، فهي مطلة على بحيرة 16 تشرين، وهي تعد جنة من جنان الله وروضة من رياض الله على الأرض. تتبع للبهلولية مجموعة من المزارع، هاي المزارع معظم أهلها بيشتغلوا بالزراعة وبعض الأعمال الصناعية الخفيفة. تمتاز بلدة البهلولية بأنها تجمع بين الريف والمدينة، فهناك التطور العمراني الملحوظ فيها، بالإضافة إلى اعتماد الأهالي على الزراعة، والبعض الآخر لديه وظيفة في المدينة. وجود قرية البهلولية على شريط صد 16 تشرين جعلها من القرى السياحية، وتمتاز هذا الشريط السياحي ببعض المطاعم الشعبية. البهلولية قدمت مجموعة كبيرة جدا من الشهداء، وهي الساحة اللي شايفينها قدامتين هي ساحة الشهداء. وأهلا وسهلا فيكين مشوار سوري، كان معكين المحامي علي عبد الرحيم رئيس مجلس بلدة البهلولية، وأهلا وسهلا فيكين شرفتونا. خلال جولتنا مشاهدينا بقرية البهلولية وعلى هامش مشوارنا لليوم، حبينا نتوقف اليوم مع إحدى السيدات، طبعا الخالة أم إسماعيل الله يطول في عمرها، راح تكون ضيفتنا نتعرف عليها على ذكريات ايام زمان وندردش شوي معها. اهلا وسهلا فيكي خالتي ام اسماعيل، انت اليوم ضيفتنا بالبرنامج، اليوم نحن ضيوفك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا عمتي. حابب تعرفينا خالي ام اسماعيل هيك شوي عن ذكريات ايام زمان، خلينا نبدا كيف كانت حياتكم زمان وقت كنتي صبيه. عمتي كنا نشتغل كثير، نركض كثير، نتعب كثير، شقينا، بس كان في حب غير هلا. كان في حب غير اليوم كثير. طب شو تغير اليوم خالي؟ تغير هلا، هالمال غير العالم. بعدين انت صار كبرتي شوي شوي وتزوجتي، بعد ما تزوجتي اجوكي اولادك، عرفيني كيف كنتوا تربوا اولادكم ايام زمان؟ كيف ربيتي؟ كيف ربيتي؟ عاش ابو الاولاد. بعدت قريت لنا الله يسمح لهم كلي بتوصفوا. عمرنا لي الله عطانا. اشتغل عندك خالي ابن اسماعيل، تعي حطي لك عندي دلومين دخان، اجي اشتغل عندك وعيونك وشكين وبيعين، شو ما تعلن من مصاري اجي تعطينيهن افرج اولادي فيه. كانت المرأة تساعد زوجها بهذاك الوقت؟ بكتي اكثر من هلا. ايه بكتي. ما كنتوا تتعبوا النسوان؟ ما كانوا يلا نقول يا جاره طول الشمس تنجمع شغل تربي اولادنا. ايام الحصيده كيف كنتوا تجنوا المحصول؟ احكي لي عن كيف كنتوا تتعاونوا مع بعضكم البعض، الجيران، كيف كان الجو بهذاك الوقت؟ كان كويس كثير الجو. في وبكير؟ هلا كنت ما فت تحصد لحالك، وحديني يعني ما عندك شباب. كنت هينا نحن كل الضيعه، لمت وكدست وما ترجدوا على البيدر مع الجبال. روح يا سيدي تروح كل الضيعه تحصد له بيوم واحد. تحصد لها وتاخذ لك نسوان يلموا لك وتجي تحطوا على البدر تدرس لسويتين.
ما يقسم لنا معلم لحى يبلحها مع بعضنا يقسم لنا المحاصيل كلها. كنتوا كتار انتوا، كنتوا تنسوا التعب. ايه ننسى التعب. مبسوطين كنتوا بالجماعة؟ كنا مبسوطين كتير. لما نجيبوا الحنطة، الشوالات الحنطة الاكياس الكبيرة وين كنتوا تحطوها؟ كيف كنتوا تقسموها بيناتكم؟ هاي كل من يطلع له موت يحطها ببيته، يعملوا خلايا تراب يكلمون بالبيت ويحطوا فيي نعبيه. بعدين الحنطة شو كنت تعملي منها بالمولة؟ شو الأكلات اللي كنتوا تعملوها غير الطحين وشغلات تانية؟ نعمل منها نشا، نعمل منها برغة، ونعمل منها كل شيء بدناه. حنطة مقشورة؟ ايه. كنت تدقوها على نسلقة. لا في بطوس. بطوس الأخريجي هيك نبنها الفرس ونقشره قشر مثل بيقشر الواحد لحط الحنطة بيعملها هريسي بيعملها هيك. الحنطة الثانية كنتوا تطحنوها تعملوها طحين، على شو كنتوا تطحنوها خالي من اسماعيل؟ على طواحين المي. طواحين المي؟ ايه. بعدها موجودة ولا كلها راحت هلا؟ لا هدي راحوا كلي، هلا في طواحين النار هلا صارت. جبتوا الطحين صرتوا بدكم تعملوا خبز، صح؟ احكي لنا عن الخبز وذكرياتك مع التنور والعجين، وكمان كنتوا تجتمعوا تعملوا جمعة ولا كنت كمان كل مين لحاله؟ يجيب هلا كان فخار أولي. نحط بيض طشت 3-4 كيلات نعجنين نخمر تيطلعوا ونجي نحمي التنور ونزقي التنور. حميته كان التنور لبيت واحد ولا لكذا بيت يشتمعوا؟ وكان في تنانير بجملي، كل واحد كل 3-4 عيلات عند التنور. لما يشعل التنور كان تجي أكثر من عيلة، يعني كان ايه موعد ثابت. ايه يعني كل ما يشعل وحدة تخرج ورا وحدة، وحدة تخرج تعيبنا تشلح وراها وتخرج هيك. كان شغلكم ايام زمان متعب اكثر من هلا؟ كان ايه كان اتعب من هلا، كنا مرتاحين نفسيا. نفسيا؟ ايه. هلا قلتي لي انه لانه الناس بطلت تحب بعضها كثير فصار شوي الحياه صعبه. ايه صح. تمام. ما رح طول عليكي بالحكي، بس فعلا حابين ناخذ معك منك ذكريات زمان عن كل المناسبات. احكي لنا على العرس، وقت يصير عرس كيف كانت وقت يصير العرس كيف كان الاهالي يستعدوا؟ يجيبوا هالمناشف هيك كل بيت ببيته ويعزمهم بمشفي. ويعزموا هالطبال يجي ويمسكوا بيا المرساح يشعلوا هالنار بيا النص وهالطبال يعزمها. الساحة ساحة ايه ساحة قدام البيت ويشعلوا هالنيران شفشاف نجيبه من البري ونشعلوا حظوا حطب شو باكا. وهالطبال يطبوا للعالم ترقي. حلو كان في بسط يعني وسعة. كثير كثير. لما كان أهل العروس مثلا ولا أهل العريس يكونوا مشغولين بدهم يطبخوا شغلات ويجهزوا تحضيراتهم، كيف ايه كانت الجيران تجي ايه عيوني يساعدون؟ ايه. أكثر شيء شو كان يصير في الضيافة مثلا المعازيم الطبخات؟ والله كل شيء كان موجود يا عمتي، كل شيء كان موجود، يذبحوا الذبايح والله. ايه يذبحوا الذبايح. نرجع بنقول إنه كان خير زمان أكثر من هلا. ايه. كل شيء كانوا يزرعوا البطاطا البصل التوم جميع وجميع الخيار البندورة كل شيء كنا نزرع ويصير يعصى عنا. كمان طبخكم كان على الحطب هذيك الأيام؟ كله على الحطب. كيف كنتوا تحطبوا وإمتى كان تجيبوا الحطب؟ تمونوا حالكم بالحطب ولا كان؟ نروح على جبل نقطع ونجي. شو كنتوا تطبخوا بأي طنجرة بأي وعاء مثلا؟ عندنا طناجر هيك على قد العيلة رد على النار حطينا جزء خرمة حطب تحتها يابسات تستوي الأكل نرميه ونسويه وننزله نطعم الأولاد. نحن شفنا بمشوارنا كمان في مثل وعاء كبير كان له اسم بتطبخوا فيه بالأعراس. هذا دست. الدست. أيوه. هذا شو كان ينطبخ فيه؟ احكي لنا أكثر. ما أحكي لك يعني مالك يذبحوا الذبيحة ويطبخوا البرغوث يحطوا له حمى وشو ما بدين يقدموا لله العريسين ويطعموا. خالي اليوم انا بدي اطلب منك نصيحه من خبرتك بالحياه. ايه تفضل. من ذكرياتك الحلوه والمره الله يديم عليك الصحه وطول الله يوفقك ويسهل. بتقول اليوم خالي ام اسماعيل للناس للاطفال للشباب لهالجيل الجديد شو بتحبي توجهي لهم نصيحه من خبرتك؟ والله كل شيء بقدر بعلم من هو بعلم من هو. وبقول لهم اذا ماشيين على الطريق وقالوا لكم اهلكم لا تمشوا على الطريق ان يرجعوا قالوا لا على الطريق بدنا نمشي. والله انا بقرين مثل بيعطيني الاستاذ دروس لطلابه انا هيك بنصحهم لما بتفوت لو بحبي بنصحهم هالنصيحه. يعني يسمعوا كلام اهلهم؟ ايه ويديروا بالهم ايه عليهم. هيك مهما كانوا اهلهم قاسيين لازم يحبوني انا هيك عندي يطلبوا رضا الاهل. علاقتك مع اهلك كانت هيك؟
اي والله اي والله اخواتي كانوا عساكر اجوا قعدوا عندي بيا الحارة حتى توفوا لحد هلق بيجوا ولادي على عيد لمي نعاد عليكم بالخير تعيدوني وين امي تنعيدها والله ما تعيدها لا على الحظيرة لان بالاربعينات سنة ميتي اي ما حالي بشوف حالي متضايقة بهلا بيجوا ينقذوني منه. معناتها انت بتعتبري سعادة الانسان بحبه واهتمامه بابوه وامه باهله. ايه صح. وجارك مهما كان يعني يتعامل بعمله. يتعامل بعمله. قلن سامح كريم. أنا بدي أتشكرك خالي أم إسماعيل، اليوم كنتي ضيفتنا ببرنامجنا مشوار سوري، ونحن ضيوفكم بضيعتكم الأولية. أهلا وسهلا، على عيني وراسي. أول مرة بنجي على الضيعة وأخذنا كثير هيك شيء حلو منك، طاقة إيجابية. الحمد لله الحمد لله. شكرا كثير لك خالي أم إسماعيل. الله يخليلي أنت. يعني مثل ما حكت خالي أم إسماعيل فعلا يعني بتلخص حياة طويلة هي بكلمتين أو بجملتين. نهتم بأهالينا ونهتم بجيراننا صح. لترجع المحبة عامرة بقلوبنا. مشوارنا مستمر اذا بقريه البهلوليه، ورح خليكم هلا بهاي اللقطات بالصوت والصوره مع زميلنا المصور منير يلي فعلا هو متحمس قد ما نحن كلياتنا متحمسين لزيارتنا لقريه البهلوليه، فخليكم معنا بهاي المشاهد الجميله. يا ترى تيري يا حمامه روحي على بر السلامة، يا طيرة طيري يا حمامة روحي على بر السلامة، روحي على بيت أحبابي اللي اشتاقولي في غيابي، وهاتيلي من ايدن عالم روحي على اهلا وسهلا فيكم. محطتنا التالي هي عين البهلولي. عين البهلولي هي من تراثنا القديم اللي كان تشرب منا الضيعه كلها، وكانت تعتمد الضيعه في مصادر المياه العذبه تكون من عين البهلولي. عين البهلولي بتتالف من مجموعه من الينابيع، هالينابيع تتجمع في فصل الشتاء لتسري في هذه العين وتتجمع المياه في مجرى السواقي، ونضرة وهالخضرة الموجودة على امتداد البهلولي هي ناتجة من هاي العين. هاي العين نحن فخرنا وتراثنا وتراث أجدادنا، دائما منكون يعني الحافز اللي بيذكرنا بالأجداد. الفراق صعب صعب يا حمامة وبتزيد الآلام، أنا والله من بعد غياب جفاني المنام، وعيوني غاوتها الدمع نسيتني الابتسام. خلال جولتنا مشاهدينا بشوارع وحارات البهلولية بتوقف أنا بهذا المكان اللي لفت نظرنا، فعلا لفت نظرنا تمازج البيوت، طبعا هاي البيوت اللي حديثة والبيوت القديمة اللي ما زالت محافظة على طابعها على بناء الحجر مثل ما عم تلاحظوا أحد الأمثلة بالعمق من خلفي. المشوار كتير جميل بهاي القرية، فلحنا مستمرين بجولاتنا بالبهلولية لنرصد أجمل الأماكن الموجودة بهذا المكان. بس حبيت بهالدقيقة أني ضوي على هاي الفكرة يلي ما زالت موجودة بقرية البهلولية كنموذج للبيوت القديمة اللي ما زالوا الناس لحد الآن بيسكنوا فيها. خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم بقريه البهلوليه، شرفت انا مستثمر بحار كمال خضراء من قريه البهلوليه، حبيت استثمر هالمطعم الجميل بمناظره الرائعه الجميله اللي بتسحر الناظر بتسحر الشخص اللي بده يزورها لاول مره باول
جيته بيشوف أشياء عجيبة غريبة. نحن هون عندنا المطعم بيقدم الوجبات القديمة والحديثة، بيستقبل جميع الجروبات، بحاول منحاول قدر الإمكان إرضاء جميع الزباين بجميع الأوجه. عندنا مقومات كثيرة للاستثمارات، الاستثمارات هي هالجميلة، هالبحيرة الجميلة، هالهواء اللي عم نشمه هلا اللي بينعش الروح، هالخضار اللي بيغذي العين بأشياء فيها طاقة إيجابية لكل شيء. فيتك تاخذ النظرة وتشوف كيف هالمنظر الجميل عنا، كيف الهواء اللي بيخلي العين الروح تتنفس وتنتعش، العين تفرد أكثر ما فيها من مقومات. وأهلا وسهلا فيكم، شرفتوا البهلولية، أهلا وسهلا فيكم التربوية السورية بمشوار سوريا، شرفتوا المطعم وأهلا وسهلا فيكم. وهيك مشاهدينا بيكون خلص مشوارنا لليوم وانتهت حلقتنا. الدقائق مرت بسرعة ولكن مرت ونحن كتير كنا مبسوطين بزيارتنا لقرية البهلولية. طبعا رح نغادر أنا وفريق التربوية السورية فريق مشوار سوري هذا المكان، حاملين معنا أجمل الذكريات، هاي الذكريات والانطباعات الجميلة الرائعة اللي أخذناها من حفاوة الاستقبال ومن محبة الناس الموجودة هون بالبهلولية، من طيبتهم، من عفويتهم، من طريقة استقبالهم لأن بصورة كتير رائعة وجميلة، إضافة للانطباعات الجميلة الرائعة يلي أخذناها من المناظر الطبيعية واللوحات الساحرة المحيطة والموجودة بهذا المكان بقرية البهلولية. لتعرفوا مشوارنا القادم وين ممكن يكون، انتظرونا بالحلقة القادمة من مشوار سوري. مشاويرنا كتير والسعادة لألكن والفرح لقلوبكن. إلى اللقاء.